بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض ليكتشر 4 بارت 2. احنا اتكلمنا في بارت 1 عن قوانين اللوج وقوانين الاكسبوننشال فانكشنز، واتكلمنا ازاي نحل نوع من انواع المسائل اللي كان بيخليني استخدم القوانين بتاعت اللوج، القوانين بتاعت القسمة وقوانين بتاعت الضرب وهكذا. دلوقتي عندنا نوع جديد من المسائل برضو بيتكلم عن قوانين الاسس واللوغاريتمات، وهو solving the equation. بيقول لي solve the equation، حل المعادلة دي. والمعادلة دي فيها ln x. أول حاجة كلمة حل المعادلة معناها كأنه بيقول لي find the values of x. يعني لما يقول لي solve the equation يبقى كأنه بيقول لي هات قيم x. طيب واحدة واحدة، بيقول لي 2 لين اكس ايكوال 1. لا انا مش عارف اتصرف، طب انا هجيب ازاي قيمه اكس وهي اصلا جوه اللين؟ يبقى الاول انا عايز اخلي الاكس بروحها، يبقى عايز امشي اللين. ايه ده عايز تمشي اللين؟ ايه الحاجه اللي قلنا عليها قبل في المره اللي فاتت ان اللين بتحبها؟ الحاجه اللي لو جت اللين هتمشي معاها هي الاي. بس قبل ما اعمل حاجه لازم اخلي اللين دي الاول بروحها. يعني ايه؟ هقول له لين اكس كل تربيع. ايه ده حصل حاجه ولا اي حاجه؟ طلعت الرقم اللي قبل اللين، قص للاكس، وقلنا دي قاعده ان اي رقم قبل اللين ممكن ارفعه لاس للاكس، صارت لين اكس سكوير بتساوي 1. علشان اقدر احل دي انا عايز امشي اللين، هقول له ريز بوث سايدز تو بيز اي. يعني ايه؟ يعني الطرفين دول ارفعهم لبيز اي. يعني قول اي بس الطرف الايسر تساوي اي بس الطرف الايمن. انا ما عملتش حاجه، انا حطيت اي تحت هنا واي تحت هنا، رفعت الطرفين لاي. شوف بقى ايه اللي هيحصل، الاي مع اللين خلاص مشي، شكرا. فضل الاكس سكويرد اي اس واحد، اي حاجه اس واحد باي، يبقى الاكس ايكوال روت اي. بس خلصت، هو ده حل الايكويشن دي. تاني نعيدها، قلنا 2 لين اكس ايكوال 1، عملت ايه؟ طلعت الاثنين دي اس للاكس فوق كده، فصارت لين اكس سكويرد ايكوال 1. علشان امشي اللين واخلي الاكس بروحها رفعت الطرفين لبيز اي، بقت اي باور لين اكس سكويرد ايكوال اي اس 1، فصار اكس سكويرد ايكوال اي، فالاكس بس هي روت الاي. طيب نشوف مسألة تانية، بيقول لي اي باور نيجاتيف اكس ايكوال 5، برضو عايز اخلي الاكس بروحها، يبقى لازم امشي الاي. علشان امشي الاي هعمل ايه؟ هقول له تيك لين فور بوث سايدز، خد لين للطرفين، فصار لين اي باور نيجاتيف اكس ايكوال لين 5. اللين والاي يروحوا مع بعض، يصير ماينس اكس ايكوال لين 5 مقسم على سالب 1. علشان الاشاره بتاعت الاكس دي تروح، صار اكس ايكوال ماينس لين 5. وادي حل المعادله. الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي صعوبه. طيب هنا بقى بيقول لي اي باور 2 اكس بلس 3 ماينس 7 ايكوال 0. طب انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طيب اول حاجه هتقولها لي، انا عايز اخلي الاكس بروحها، يبقى الاول اتخلص من الاي، هاخد لين للطرفين. بس قبل ما تاخد اللين للطرفين خلي الاي اصلا بروحها في طرف. يعني قول 2 اي باور 2 اكس بلس 3 ايكوال 7. ما عملتش حاجه، وديت ال 7 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، كانت ماينس صارت بوزيتيف. هنا بقى قول اللي انت عايزه، تيك لين 4 بوث سايدز، خد لين للطرفين، صارت لين اي باور 2 اكس بلس 3 ايكوال لين 7. الاي واللين يروحون، صار 2 اكس بلس 3 ايكوال لين 7. عايز الاكس بروحها، هقول 2 اكس، هودي الثلاثه دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، صارت لين 7 ماينس 3. عايز الاكس بروحها، هقسم على الطرفين على 2 هنا وعلى 2 هنا، صارت لين
سبعة ناقص ثلاثة على اتنين، وهي دي حل الإيكويشن. عملت إيه تاني؟ قلت السبعة هوديها بعكس الإشارة عشان أعرف أخد اللين والإي تبقى بروحها. فبعد كده خدت لين للطرفين، لين إي باور 2x بلس 3، الإي واللين راحوا مع بعض، فضل الأس اللي هو 2x زائد 3 بيساوي لين 7، وديت التلاتة بعكس الإشارة عشان أخلي 2x بروحهم. بعد كده قسمت على الاتنين علشان أتخلص من الاتنين اللي قبل الإكس، خلي الإكس بروحها وطلعت الناتج. طيب هنا نفس المثال بتاع المرة اللي فاتت، مفيش اختلاف، هقول له raise both sides to raise e، يعني هرفع الطرفين والبيست بقى e، يبقى e power len 5 minus 2x equal e power negative 3. ال e واللين يروحون، 5 minus 2x equal e power negative 3، يبقى minus 2x هيساوي e power negative 3. هودي الخمسة بعكس الإشارة، هي كانت موجب تروح سالب، هقسم هنا على سالب 2 وهنا على سالب 2، يبقى ال x هتساوي 5 ناقص e أس سالب 3 على ال 2. ايه اللي انا عملته؟ الاتنين اللي تحت زي ما هي، السالب ده ضربته فوق بس، او ممكن احطه بره واسيب دول باشاراتهم عادي مفيش مشكله. فالناتج اكس تساوي 5 ناقص اي اس ناقص 3 على الاتنين، وهو ده حل الايكويشن. طيب نوع تاني بيقول لي 2 باور اكس ماينس 5 ايكوال 8. ايه ده؟ انا مش عارف اعمل ايه هنا، انا عايز اطلع قيمة اكس بس الاكس في الاس. طب هي دي، طب هو ده ايه؟ لو كان ده ايه كنت خلاص خدت اللين للطرفين، ولكنه رقم مش عارف اعمل ايه. طب حد كده بيفكر شوية هيروح قايل لي ايه؟ استنى كده، هو انا مش لسه قايل ان التمانية دي ممكن تبقى اتنين اس تلاتة، صح ولا غلط؟ فاكرين في الفيديو اللي فات لما حللناها، 8 على 2 فيها ال 4، على 2 فيها ال 2، على 2 فيها ال 1، يبقى ال 8 هي 2 أس 3. وهيقول لي بما إن البيز يساوي البيز يبقى الأس يساوي الأس، يبقى 5 ناقص إكس ناقص 5 هيساوي 3، يبقى من هنا إكس هتساوي 3 زائد 5، ودي بعكس الإشارة بس، يبقى إكس هتساوي 8. وبكده اكون حليت المساله سهله جدا بكل سهوله. عملت ايه؟ قلت ان ال 8 هي 2 اس 3، وسويت بما ان البيز يساوي البيز يبقى الاس يساوي الاس، يبقى اكس ناقص 5 بيساوي 3، يبقى اكس هتساوي 3 زائد 5 هتساوي 8. طب مساله ثانيه 2 باور اكس ماينس 5، ايه ده؟ زي اللي فاتت ايكوال 3. ايه ده؟ ده نفس المساله اللي فاتت تقريبا بس سهله. ايه الاختلاف؟ الاختلاف انها هنا كانت بتساوي 8 ولكن هنا كانت بتساوي 3. طب تعال نخلي ال 3 دي 2 اس حاجه. 2 اس حاجه؟ لا ما ينفعش، 3 على ال 2 ده 3 على ال 2 اصلا بواحد ونص، يعني ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ طب بما اني مش هعرف اتصرف، هقول له تيك لين فور بوث سايدز. هتاخد اللين ليه؟ انت كنت بتاخد اللين علشان تطير الاي. طب ثانية واحدة بس هنشوف انا ليه باخد اللين. لين 2 باور x ماينس 5 ايكوال لين 3. مش احنا قلنا ان لو في اس هنا يقدر ينزل قبل اللين بياخد اللين او اللوج سلم، فصارت x ناقص 5 تايمز لين 2 ايكوال لين 3. يبقى هخلي x ناقص 5 بروحهم، اللي هو هقسم على ln 2، يبقى صارت ln 3 على ln 2، كأني قسمت هنا كده على ln 2 وهنا كده على ln 2. طيب خلي ال x بروحها، يبقى x هتساوي ln 3 على ln 2 زائد 5، وهو ده حل المسألة. تاني عملت ايه؟ خدت لن للطرفين، نزلت اكس ناقص 5 قبل اللن، فصارت اكس ناقص 5 ضرب لن 2 ايكوال لن 3،
عايز اخلي الاكس بروحها الاول اتخلص من لين 2 دي، قسمت على لين 2 في الطرفين، من هنا راحت ومن هنا فضلت لين 3 على لين 2، اكس ناقص 5 بيساوي لين 3 على لين 2، واديت الخمسة العكس الاشارة كانت سالب بقت موجب، يبقى اكس صارت لين 3 على لين 2 زائد 5. وعندنا مسألة كمان هي آخر مسألة معانا، وبتقول لين اكس زائد لين اكس ناقص 1 بيساوي 1. أقدر أعمل إيه دي؟ تمام، قلنا ممكن نخليها لين ونحولها إلى حاصل، صح؟ حاصل ضرب، لأنها زي قوانين اللوج. لما كان بيبقى لوج اكس زائد لوج واي لنفس البيز، كنت باخد اللوج مرة واحدة وبضربهم في بعض. اللين نفس الموضوع، هاخد اللين مرة واحدة وهضربهم في بعض هيساوي 1. عايز اتخلص من اللين، صح؟ اللي قال كده هقول له raise both sides، ارفع الطرفين to base e، يعني هخليها e لين x x ناقص 1 هتساوي اي اس 1. الاي واللين يروحون، تفضل اكس في اكس ناقص 1 هتساوي اي، هوزع الاكس جوه صارت اكس سكوير ناقص اكس، هودي الاي الناحية التانية كمان بعكس الاشارة، ناقص اي بتساوي 0. صارت معادلة كوادراتيك. لو انا معايا كالكليتر وعايز احلها بالكالكليتر هقول له مود 3 3، او في الكالكوليتر الجديده اللي معاك هو تبقى مود 5 3، واقدر احل الايكويشن دي زي ما هي موجوده عندكم حلوها. هقول له معامل اكس تربيع بواحد، معامل الاكس بناقص 1، وفي النهايه ناقص اي اللي هي شيفت لين اس طبعا 1 عشان تبقى اي لوحدها. طلع الناتج في النهايه مره اكس بتساوي 2.22، واكس تين اكس واحد واكس تانية الحل التاني بيساوي سالب 1 و2 و2 وهكذا. طب دي تنفع ولا ما تنفعش؟ يعني ينفع اخد الحل ده ولا ما ينفعش؟ طبعا هاخده معايا سالب 1.222. هتقول لي يا باشمهندس طب ثانية واحدة، انا قلت في الفيديو اللي في الاول خالص قلنا ان لازم الرقم اللي جوه اللين يبقى موجب، يعني ما ينفعش الاكس هنا تبقى بالسوء تبقى بسالب، يعني ما ينفعش اعوض عن اكس هنا بسالب. ولكني هقول له وهرد عليه بحاجه، ان لو انا عوضت هنا اللي هي المكافاه ليها هيطلع لي قيمه للن عاديه جدا. يعني تعالى احنا نعوض هنا لن لمين؟ للاكس، هي سالب 1.22 ضرب، انا بعوض في المعادله دي برضو سالب 1.22 ناقص 1، هقفل القوسين وهقول له بيساوي بالظبط، طلع لي قيمه عادي جدا. يبقى الاكس السالبه مش هرفضها، مش هرفضها، كنت هرفضها لو كانت الداله كده لين اكس بتساوي كذا، لان الاكس هنا ما ينفعش تبقى سالبه وهي جوه اللين. ولكن انا اصلا عرفت ان انا اكافئها بداله كان من المحتمل ان يبقى اللي جواها سالب، لان سالب وهنا سالب ناقص سالب اللي هو سالب 1 و2 ناقص 1 هتصير سالب 2 وشويه، يتضربوا في سالب هيصير الناتج موجب، واقدر اطلع الحل بتاعي. وبكده نكون غطينا جزء الايكويشن التي تشتمل على لوجاريزميك اند اكسبوننشال فانكشن، والقاكم ان شاء الله مع المحاضره القادمه. شكرا